أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بروح المحبة والألفة والتواد التي يتميز بها المجتمع البحريني وما يتحلى به من تماسك قوي واستقرار، وهو ما حمى البحرين من أي تصدع، وفيه يكمن سر تقدمنا وتطورنا، وهو سبيل للسير بخطى ثابتة وواثقة نحو التقدم والرقي في أجواء من الأمن والاستقرار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل عددا من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين. وخلال اللقاء أشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين ستبقى عصية على المتربصين بها لأنها قوية بقيادتها وشعبها، وستظل كالعهد بها واحة أمن وأمان، وستتحطم دونها أطماع الحاقدين والماكرين، ويحسب لقيادتها وشعبها أنه في خضم التحديات والأخطار التي تموج بها المنطقة والعالم، فإن البحرين نجحت في أن تبقى واحة استقرار. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الوحدة الوطنية كانت وستظل صمام الأمان الذي يحمي المجتمع من محاولات التأثير على نسيجه الاجتماعي، وهي الباعث لمزيد من الإنجازات والتقدم والتطور في مختلف المجالات.